بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل الصوت ربما فيه شيء من الصدأ. يعطي لو أصبحتم الصوت صوتكم واضح حبنا. إن شاء الله. أولا هذا ولله الحمد، الحديث النبوي الشريف هو أحد مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل والمنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث الشريف هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه السنة قولية أم فعلية أم وصفية أم تقريرية، فكل هذا يطلق عليه سنة أو يطلق عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في الأصل هو الكلام أو الخبر أو النبأ يقال له حديث. والأمة الإسلامية اعتنت كثيرا بنقل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التثبت والتأكد، حتى نقحوا كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتطمئن هذه الأمة التي بفضل الله عز وجل هيأ الله لها وفيها ومنها رجالا تأكدوا وتثبتوا وتبينوا صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا درجاته من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا منه الحديث المتواتر والحديث المتفق عليه والحديث الذي رتبته دون الصحيح كالحسن والضعيف وغير ذلك من الأحاديث المقبولة والمنسوبة صحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينوا الأحاديث الغير صحيحة التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء أو زورا أو خطأ، فبينوها حتى تعلم هذه الأمة الحديث الصحيح والحديث المقبول من غير المقبول. ومن هذه الأحاديث الصحاح والأحاديث المتفق عليها ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الحديث الذي هو مدار بحثنا ومدار حديثنا اليوم معكم أيها الإخوة والأخوات، هو الحديث المروي عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمان بن بشير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صحت نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين أي ظاهر وواضح، الحلال، الحلال الذي لا شك فيه الواضح المعروف، فيجوز للمسلم أن يأكل منه أو أن يفعله ما دام الحلال واضح له، وما دام الحرام واضح معروف، الحرام الشيء الثابت والواضح والمعروف حرمته، فإن كان من طعام أو من شراب فلا يجوز فعله بل يجب تركه واجتنابه، فالحلال البين معروف والحرام البين الظاهر معروف، فالحلال يجوز فعله والعمل به والحرام الشيء الحرام يجب تركه واجتنابه والتحذير منه،
لأن الله عز وجل حذر من فعل الحرام، بل وحرم من فعل الحرام أو أكل الحرام أو شرب الحرام أو قول ما هو حرام. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، بين أي ظاهر ومعروف، والحرام بين أي ظاهر ومعروف، وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، أمور تشتبه على الناظر. هل هذا الأمر، بعض الأمور تشتبه على الناس أي تشكل، وهي أمور محيرة، فلا يصل الإنسان إلى الحكم عليها بأنها حلال صرف أو حرام صرف، فقد يشك الإنسان بشيء أنه حلال، أنه ربما يكون حراما، أو بالعكس شيء حرام ويشك، تدخل فيه الشبهة أنه حلال. فهذه الأمور التي تحير وتشكل وتشتبه على بعض الناس، بين الإسلام كيفية التعامل معها. فأنت لا يجوز أن تفعل إلا ما هو حلال صرف، أو تترك ما هو حرام صرف، ولكن بعض الأمور التي هي محيرة فلا يدرك الإنسان هل هي حلال أم حرام. فإن تحصل للإنسان أنها حلال يفعلها، وإن تحصل بعد التأكد أو الشك فيها بأنها حرام يتركها. فلا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه ما ليس بحرام، ولا يجوز لأحد أن يحل لنفسه ما هو حرام. فالمقصود أنك أنت أيها المسلم إذا أشكل عليك شيء أو اشتبه عليك شيء بالأكل أو بالشراب، هل هو حلال أم حرام؟ فلا تحكم عليه بأنه حرام إلا إذا كان حراما، ولا يجوز أن تقول إنه حلال إلا إذا كان حلالا. أما إذا الأمر الذي أشكل عليك، فعندما تشك كيف تتعامل مع الأمر المشكوك فيه؟ كيف؟ بمعنى، خليني أشرح للإخوة والأخوات، بمعنى نفترض أشكل عليك شيء من الشراب، مثل ما اليوم مثلا بيقولوا لك في شراب مثلا الشعير، هل هو حلال أم حرام؟ الأمر بكل بساطة وبكل سهولة، أي شراب غير مكتوب عليه إنه حرام فهو حلال. وبعض الناس يقول لك هذا بتشبه الأنينة، شيء محرم. الاشتباه أو الشبخ شيء، والحكم عليها شيء آخر. فإن كانت مخلوطة بشيء من الكحول، فيها كحول نسبة معروفة، فهذا الأمر يعتبر حرام ما دام فيها شيء من الكحول. لكن إن كانت خالية من الكحول فلا يجوز أن نحكم عليها بأنها حرام، لأنها خالية من الحرام. الأمر واضح. أما الذي تشكل عنده أنه هي أمر أنه هو حلال أم حرام، بكل بساطة إن خالطها الحرام وهو الكحول فهي حرام، وإن خلت من الحرام فهي حلال. فلا يجوز لأحد أن يحرم ما ليس بحرام، ولا يجوز أن يحرم ما هو حلال، أو بالعكس يحل ما هو حرام. بعض الأمور التي قلنا إنها يعني أمور تشتبه على الإنسان، فالإنسان عليه أن ينتبه وأن يتثبت كي لا يقع في الحرام. السبب، الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن بين الحلال والحرام هناك أمور تشتبه تشكل على بعض الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. في ناس لا تصل إلى أن تحكم على هذا الشيء حلال أو حرام مثلا. فمن اتقى الشبهات، يقول صلى الله عليه وسلم، الذي
يبتعد عن ما هو مشكل، عن ما هو مشتبه بين الحلال والحرام، لا يريد أن يفعل إلا ما هو حلال 100%، ولا يجتنب إلا ما هو حرام إلا ما هو حرام 100%. فالذي يتقي الشبهات، الأمور المشكلة، الأمور المشتبهة، يتقيها حتى لو لم يصل إلى أنها حرام أو حلال، لكنها مشكلة عليه، فيتركها لأنها مشكلة ولأنه يشك فيها. فمن اتقى الشبهات، الأمور التي فيها شبهة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأنت عندما تشك تترك حتى لا تقع في الحرام، تشك بشيء حرام لم تصل إلى درجة 100%، فالإنسان يترك هذا الشيء استبراء لدينه وعرضه حتى لا يأكل إلا ما هو حلال 100%، ولا يترك إلا ما هو حرام 100%. فيترك حتى الشبهات يتركها، ليس الحرام فقط، إنما يترك الشبهات، الأمور التي يشك فيها. فهذا الإنسان استبرأ، يعني برأ عرضه وبرأ دينه من أن يخلط فيه شيئا حراما. هذا الإنسان الذي يبعد عن نفسه ويتقي عن نفسه الحرام. لأنه الشبهات يا إخواننا، إذا واحد بيصير يقول يلا حط بالخرج، ويلا ما عليه شيء شو فيها، ويلا لا ما دام مش واضح على أمور حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس، خلص لك يا أخي، ما دام أنت مش متأكد فحط توكل على الله. لا يا إخواننا، موضوع الطعام والشراب، موضوع الأعراض، موضوع الكلام، الإنسان الذي فيه شبهة، أمور فيها شبهة، يتركها أفضل استبراء لدينه. أما الإنسان إذا بدأ يقع في الشبهات، يقول هاي ما عليه شيء وهي دي حط بالخروج، هذا الإنسان يتجرأ على فعل الحرام، وربما يصير فعل الحرام عنده هينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. دي بصير يلحق الشبهات والأمور التي هي مشكلة عليه، فقد يقع في الحرام. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى. اللي بيرعى الأغنام عندما يأخذها إلى الأرض الزراعية، فربما يرعاها أحيانا على جوانب الطريق وجوانب الأرض الزراعية، فإذا هذا الراعي أبعد أغنامه عن الزرع مسافة واضحة ومريحة بينه وبين زرع الآخرين ورزق الآخرين ومال الآخرين، فإذا جعل مسافة بينه بين غنمه وبين الزرع للناس، فهذا الإنسان استبرأ لدينه وعرضه، يعني ما أطعم غنمه إلا الحلال، لم يقترب من رزق الناس. لكن إذا بدأ هذا الراعي يقرب الغنمات، يلا ما على شي خليها ترعى هان، ويلا تقرب لهون، ويلا ما هلأ بنتبه لها، ويمكن يقوم يقول يلا بدي صلي، ويترك الغنمات ترعى لوحدها، فربما تدخل الغنم إلى رزق الآخرين وإلى أرض الآخرين وإلى مزروعات الآخرين، فأطعم غنمه ما ليس له، فهذا لا يجوز. فالراعي بينتبه إذا ما بده يقرب على رزق الآخرين، يبعد الغنم مسافة بينه وبين رزق الناس. هذا الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني خايف يقرب على الحرام، هذا الراعي. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني أي واحد اليوم يا إخواننا عنده ملك، بيته بيعمل له سياج، الفيلا تبعه بيعمل له سياج، القصر تبعه بيعمل له سياج، محله بيعمل له سياج، ما بيخليه مباح للناس. أرضك بتحددها حتى لا يقع أحد فيها أو يدخل أحد إليها. كل إنسان عنده ملك، فيحمي ملكه حتى يتميز عن ملك الآخرين. فكيف إذا كان له غنم يرعاها، فإنه أيضا يحميها بأن لا تقترب إلى رزق الآخرين.
لأن هذه العجموات لا تدرك، ترى الرزق وترى الخير وترى الحلال، فربما تدخل على غفلة من صاحبها. فالإنسان بده يكون واعي وذكي إنه ما يخلي غنمه يوصل إلى رزق الآخرين. ألا وإن لكل ملك حمى، أي حدود، حدود ومسافة بينه وبين ملك الآخرين وبين حق الآخرين. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني أنت رب العالمين سبحانه وتعالى جعل له حمى، له حدود، في حدود جعلها لي. هذه الحدود مثل ما أنت عندك ملك وعندك حدود، رب العالمين جعل حدود لي إذا كنت أنا أعتز بالعبودية وأعتز بالانتماء وأعتز بالإيمان والعقيدة. فأنا لي حدود، رب العالمين رسم لي حدود كما ورد في الحديث: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تبحثوا فلا تتجاوزوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. حط حدود للإنسان. فالمسلم يعرف نفسه ولله الحمد بأن هناك حدود بينه وبين الحلال وبينه وبين الحرام. فالحلال له حدود فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز ذلك، والحرام له حدود فلا الإنسان يجوز له أن يقرب من ذلك. إذا بقي في عنا الموضوع الأمور المشتبهات. هاي الأمور المشتبهات يا أخواننا الإنسان عليه أن يتحرى، وعليه أن يصبر، وعليه أن يتأكد بأن ما يفعله أو أن ما يأكله أو أن ما يشربه هو حلال فيجوز له ذلك، وإذا كان حرام فلا يجوز له ذلك. وإذا شك بين الحلال والحرام فإنه الأفضل له أن يترك ما فيه شبهة كي لا يتجرأ ويتعود أن يقع في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، خاصة في الطعام والشراب. إذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا القلب، هذا العناية والرعاية للإنسان في هذا القلب، وسمي القلب قلبا لأنه يتقلب. فإذا عود الإنسان نفسه على الاستقامة، عود الإنسان نفسه عن لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل ولا يقول إلا الحلال، يكون بينه وبين الحرام مسافة طويلة. وإذا عود نفسه وعلم نفسه بأن يجتنب الحرام دائما، يكون بينه وبين الحرام مسافة طويلة. أما إذا تجرأ واقتحم الأمور التي فيها شبهة فإنه يقحم نفسه ويشجع نفسه على فعل ما هو فيه الشبهات، وأكل ما فيه شبهات، وشرب ما فيه شبهات، فإنه يجرئ نفسه ويعود نفسه ربما على الوقوع في الحرام. وبعض الناس علمنا وبعدما يعني سألوا ووصلوا إلى أمور فيها حرام، قالوا السبب بذلك إنه نحن صرنا إيه شيء ناكل ما تفرقش معنا حلال ولا حرام، فوقعنا بالحرام. صرنا نشرب ما تفرقش معنا إذا حلال ولا حرام، يلا حط بالخرج، وقعوا في الحرام. وصار الحكي الحرام يفعلونه، والوقوع بأعراض الناس يفعلونه. لماذا؟ تجرؤوا على الأمور التي فيها شبهة وفيها شك. فالإنسان عليه أن يتحرى ويتأكد، والإنسان الصافي يا أخواننا فورا يشعر بالأمور اللي فيها شك، الإنسان الصافي. وسبحان الله، أذكر قصة مرة يعني سمعتها من سماحة المفتي الشيخ خليل الميس حفظه الله وشفاه الله وعافاه، نبلغكم طبعا سلامه وتحياته. قال مرة سماحة المفتي إنه حتى البهائم تدرك إذا كانت تفعل حلال أو حرام. فكان يضرب مثل، يضرب يعني قصة، بيقول لو الإنسان عم يشوي لحمة وقربت بسة لحده وصارت تنوي، يعني عم تعطيه إشارة إنه طعميني، فلو ألقى لها شيء من قطع اللحم فإن القطة الهرة تأكل هذه القطعة وتبقى جالسة في مكانها،
لماذا؟ لأنه أكلت بإذن، يعني زتل قطعة اللحم وأذن لها وسمح لها وهو أعطاها ضيفها يعني، فبتاكل اللحم بتضلها واقفة في محلها. لكن إذا صارت تنوي وتعطي أصوات وتشير له أنه أنا بدي أكل أنا جوعاني، ولكن ما أطعمها ولا ألقى لها شيئا ولو قطعة صغيرة، فإذا انشغل هذا الإنسان وفات يعمل شي شغلة بالمطبخ أو يجيب شي شغلة وترك اللحمات على الأرض، فالبسي بتقرب بتاكل، يعني بتجي بتاخد بتسرق شيء من هذه اللحم وتهرب. لماذا هربت؟ لأنها علمت أنها أخذت شيئا بدون إذن. فبيقول سمحت المفتي سبحان الله، حتى المخلوقات اللي هي مش إنسان فيها غريزة الفعل وعدم الفعل تعرف أنها أخذت شيئا بإذن فبقيت، أو أنها أخذت شيئا بدون إذن صاحبه فإنها تهرب، لأنها تشعر أنها فعلت شيئا ممنوعا. فابن آدم بيعرف أيمتى بيغلط وبيعرف أيمتى عم يشتغل صح، إذا كان مربى صح، إذا كان تعلم الحلال وتعلم الحرام. أهله، وبعتقد أنا ما في إنسان إلا ما بيعلموه أهله وين حدوده، وين حقوق الآخرين، وين حقك بينتهي. كل الناس الحمد لله بتعلم أولادها الحلال وبتعلم أولادها الحرام. إذا وصلنا إلى درجة إنه صرنا نقول حط بالخرج مين عم يتطلع حلال ولا حرام، بنكون نحن عم نجرئ أنفسنا ومنجرئ أولادنا أن نقتحم الحرام والعياذ بالله. فإذا صار الإنسان يقتحم الحرام بالأفعال وبالأقوال بالطعام وبالشراب، عند ذلك الإنسان تجرأ على حرمة الله وتجرأ على حدود الله. فإذا صار الإنسان يدخل بطنه ما هو حرام كحق للآخرين وليس له، عند ذلك هذا الإنسان فسد قلبه، وعندما يفسد القلب تفسد الجوارح وتفسد الأفعال وتفسد الأقوال وتفسد الخيارات، والإنسان لا يبالي إذا أكل من ماله أو من مال الآخرين، فعند ذلك تقع ما هو محظور وما هو ممنوع، والناس تتجرأ على أموال بعضها البعض وحقوق بعضها البعض، وتسبب عند ذلك مثل هذه الاجتراءات ومثل هذه الاقتحامات على حقوق الآخرين ومال الآخرين وعلى حقوق الله عز وجل، تسبب مشاكل بين الناس وتؤدي إلى الفوضى وتؤدي إلى الاقتتال وإلى النزاع، عندما يقتحم الإنسان الحرام ويتجرأ على حقوق الآخرين وحقوق الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب اللي على الإنسان المسلم أن يعتني به وأن يتفقده حتى لا يقع في محرم. سألني أحد اللحامين اللي بيبيعوا لحم، قال لي إنه أنا بقعد بس يكون فاضي بنظف شوية لحم من العظم وبقيمهم وبجمعهم وبصيروا لحم يعني للأكل. فبيجي ناس لعندي بيسوى بيعهم إياه، وإنه هذا لحم طبيعي ولحم يعني من هذه البقرة مثلا أو هذا العجل عادي يعني أو من الغنم. قلت له يعني شو الفرق بينه وبين غيره؟ قال لي أنه أنا جمعت من العظم شوي شوي وصاروا لحمي، في يعملوا لحمي ناعمة ما بينوش. قلت له: لو جاءت زوجتك وقلت لها هو اللحمات مجمعهم قطع صغيرة وقصصهم من العظم وصاروا لحمي نظيفة، فزوجتك تأكل ذلك وتشتري ذلك منك أم يعني تتأنف ولا تقبل؟ قال لي: يمكن ما تقبل. قلت له: إذن بين للناس إنه هذا اللحم جمعته من العظم وبيعه أرخص من غيره، بين للناس، والناس إذا اشتريت بتكون بينت، إذا ما اشتريت الناس بعد ما بينت الناس ما بدها تاخذ إلا لحمة من قدامها أو شيء في قطعة مميزة. فالذي لا تجرؤ
أن تبيعه لبيتك أو أن تأكله في بيتك، لا تبيع للناس. لكن إن أكلته أنت ورغبته زوجتك بعد أن بينت لها هذا اللحم ما هو، فإذا كان هو جائز لنفسك ولبيتك يجوز أن تبيعه للآخرين، شرط أن تبين لهم هذا النوع من نوعية اللحم. فالإنسان عندما يصير في عنده شيء يشك فيه أو شيء فيه شبهة، ما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه للآخرين أبدا. وليس معنى الكلام إذا رضيته لنفسك يعني إرضاء للآخرين، بمعنى ربما واحد يرضى لنفسه درجة ثالثة أو رابعة من اللحم فلا تعطيه للناس على أنه درجة أولى، بل بين للناس أنه شو حكم هذا، أو من أين أتيت بهذا الطعام، أو نوعية هذا الطعام. مر النبي صلى الله عليه وسلم على سوق فوجد رجل يبيع القمح، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في القمح يقلبه، فوجد أنه اللي فوق يابس وناشف القمح، ولما أدخل يده إلى وسط القمح وجد في رطاب، في شيء جاي مبلل، يعني وزنه غير وزن القمح الناشف. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابه ماء السماء أو البلل، إجا عليه مطر شتت الدنيا، أو ندي إجا عليه مطر من فوق، واللي فوق نشفه واللي جوا بعده المي. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لا وضعته فوق كي يراه الناس؟ بين للعالم انه هيدا ناشف وهيدا رطب، بينه للناس حتى يعرف الناس كيف بدهم يشتروا كيلو اللحم القمح الناشف، وزنه يختلف عن وزن القمح الرطب المبلل بالماء. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون واضحين للناس، لانه البيع هو رزق والشراء هو رزق والطعام رزق والشراب رزق. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ندخل إلى بطوننا ولا إلى بطون أولادنا إلا اللقمة الحلال، لأنه ورد في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال ما هو حرام إلى البطن، قال: كل جسم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. فالإنسان عليه أن يتحرى وعليه أن يتثبت من طعامه ومن شرابه ومن ماله ومن كل شيء يقوله، حتى لا يقع في حق الآخرين أو في عرض الآخرين، أو يدخل إلى بيته أو إلى ماله أو إلى بطنه ما هو حرام والعياذ بالله تعالى. فهذا الحديث هو من أمهات الأحكام الشرعية، وهو أصل من أصول هذا الدين، هذا الحديث الشريف، حيث وضح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الطريق الصحيح في قضية التعامل مع حقوق الآخرين ومع الطعام والشراب فيما يفعله الإنسان في بيته ولنفسه وللناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يرزقنا الحلال في الأقوال والأفعال وفي الطعام وفي الشراب. اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بهذه العجالة استطعنا أن نبين هذا الحديث الشريف الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي سلم دينه وسلم عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله أي حدود محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كذلك من الأمور المشتبهات، نحن بيصير في عنا أمور كثيرة الإنسان بده ينتبه، حتى موضوع الزواج، كيف يتزوج ومن يتزوج وهل يجوز ذلك أو لا يجوز. فقد بين العلماء ما هو حلال في ذلك وما هو حرام في ذلك. وبكرة يقولوا، ممكن العالم يقولوا: معقول في هيك زواج شبهة وما زواج شبهة؟ نعم، أحيانا بيقولوا الناس إنه فلاني ربما تكون رضعاني من
من أم فلان أو جدة فلان، يمكن تكون أخته بالرضاع، فيتأكد إذا كان هذا الأمر صحيح أم لا. كم من بيوت حصل فيها تسرع وعدم تثبت، أو قالوا له ذلك ولكنه لم يرد على أحد، فلما تأكدوا بعد أن تزوج يعني فرق بينهم، لأنه اقترب من الأمور التي فيها شبهة. وكذلك الإنسان اليوم عم بيصير في عنا أمور كثيرة بالحياة الاجتماعية الحاصلة اليوم بسبب الحروب، بسبب النزوح واللجوء. واحدة بتتطلق من زوجها بس بعدها مش خالصة العدة، بتروح بتقول لهم أنا خلصت ويمكن صار لي هيك، وفي بعض الناس بيقولوا لهم العدة شهر، وبعض الناس بيقولوا لهم شهرين، ما بيتثبتوا ولا بيتأكدوا. وياما ناس راحت عقدت زواجها على فتيات بعدها مش مأكدين إذا زوجها ميت ولا لا، أو وقع الطلاق أم لا، أو انتهت العدة أم لا. فالإنسان بصير بده يتسرع وبده يتزوج وبيقول لك خلاص حط مدام النية طيبة، ولا ما في النية الطيبة تكون في الالتزام في حدود الشرع، هذه النية الطيبة. فمن استبرأ لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللهم طهر أعراضنا واجعل ديننا سالما نقيا من الشوائب ومما يغضبك ومما حرمت. اللهم آمين، اللهم آمين. أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى أهلنا وإخواننا وأخواتنا في بنما، الله يجزيكم ألف خير، شكرا لحسن استماعكم. كما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى إخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات في فوزيغ واسو، في البرازيل، في الباراغواي، في فنزويلا، في جزيرة مارغريتا. أشكر أيضا سلام خاص إلى الحاج إم علي الفقيه اللي عنده مجموعة أيضا على الواتساب، أعتقد تشارك أيضا الأخوات جميعا في الفوائد وفي الدروس وفي المواعظ. كمان بشكرها وبشكر الإخوة المتابعين معها في المجموعة. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم جميعا. إذا حد عنده سؤال شيخ محمد أو المشاهدين والمشاهدات، نحن إن شاء الله تعالى ما زلنا معكم. شكرا لكم. جزاكم الله خيرا حبيبنا، الله يبارك فيكم. في بعض الأسئلة شيخنا، السؤال الأول وصلني، ما هو معيار الحلال والحرام؟ المعيار يعني مثلا في المأكولات الحلال معروف، حرم الله سبحانه وتعالى علينا لحم الخنزير ومشتقاته، حرم الله سبحانه وتعالى علينا في المشروبات الخمر ومشتقاتها، حرم الله علينا ملك الآخرين أن نأكل من مال الناس بدون إذن أو نشرب من حق الناس بدون إذن، هذه محرمات. وما عدا ذلك فهو، فرب العالمين بين بالقرآن الكريم حتى الحرام في الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، بين الله عز وجل ما هو حرام في موضوع الأعراض وبين ما هو حرام في المأكولات. كمان رب العالمين بين لنا أنه الحلال كثير، قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يجوز أن نحرم ما ليس بحرام. يعني الشيء الحلال والمباح في الطعام والشراب نأكله. أيضا حرم الإسلام يعني كل شيء ما يضرنا، أي شيء بيضر جسمك حرم عليك أن تأكله أو أن تفعله. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني حتى لو كنت تأكل الحلال فإذا وصلت إلى درجة تضر فيه نفسك وتؤثر أو يزداد به مرضك، فالإنسان منهي عن أذى النفس أو فعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالمعيار في المأكولات معروف، وفي المشروبات معروف، وفي البيع والشراء معروف، وفي حقوق الآخرين وحقوق الناس أيضا معروف. لا يجوز أن تأكل ما ليس لك إلا بإذن رب العالمين، يعني بين ذلك في القرآن الكريم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
حتى بين أنه يجوز أن تأكل من بيت صديقك الذي تعرف أنه يسامحك وأنه يعني سمح لك أن تدخل بيته، أو أن وضع الطعام أمامك أن تأكل مما جعله أمامك. بين الإسلام هذه الأمور وحذر ونبه أن نأخذ أيضا حقوق الناس بالحياء حتى، يعني ما بيسوى واحد يخجل الناس وياخذ منهم شغله بدون طيب نفس منهم. يعني لا يجوز لأحد أن يأكل كما ورد في الحديث، لا يجوز لامرئ أن يأكل مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. يعني ما بيسوى تخجله تاخذ منه الشيء غصب عنه. مثل اليوم شباب بمد ايده انسان معه مسبحه مثلا، بيروح بيقول له هاتا، بمد ايده وبياخذها وبيخجله بيقول له شو والله حلوه، وبيحطها بجيبته بالخجل وبالحياء. فهذا لا يجوز ان تاخذ مال غيرك ولا رزق غيرك ولا حقوق لغيرك بدون اذن منه. ما بيجوز ابدا، هذا شيء من الحرام. نعم شيخ محمد، في شيء سؤال اخر؟